Michael. Nice lead. ضربة حظ، هلا حيطلعوا ارقام على الشاشة، حتختاري الارقام اللي انت بتحبيها. رقم جديد 9. يا رب بقى تبقى ضربة حظ مرة في حياتي، سؤال لذيذ. ايه هي نقطة ضعفك؟ قلت سؤال لذيذ، خدتوا بالكم؟ رح رجع البطاطا لبلاش يا ولد. شو أكثر حرف بتحبيه بحياتي؟ اللام. لا. يعني خليني لام. يا حياتي سو كيوت. والدة وسيم؟ يعني احنا متطلقين، عايزاني عكسه دلوقتي؟ حرف جديد الميم بقى. أسوأ عيوب الست المصرية ايه؟ زنانة. يعني بأي طريقة مش عايزة تكون صديقة. الشخص اللي كان حيفض قلبك مؤخرا أول حرف من اسمه اختاري. الحاء. يا سعد لو تشوفها شايبي بقيبي شايبي. لعبتنا كتير لذيذة، لعبة الألوان. السؤال الأحمر، أكتر إشاعة ضايقتي؟ اللي هو بتغير من أختها، أختها بتغير منها، إيه ده؟ إن كنت جاي تغني، روح أسأل قبل أنامي. أوعى تيجي أسود، أنا مش ناقصة، أسود عارفة حظي. رزان مغربي في ضربة حظ، غداً 10 مساءً فقط وحصرياً على الحياة.